على نار كل جاي هرولي بارد ويا ابن سعد وابن سعد بيد القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحم الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم ووالاهم بإخلاص إلى يوم الدين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين للآخرين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كما قطعنا عهدا على أنفسنا أن نمرر في الحلقات الأخيرة من هذه الدورة المباركة دروس في علم الخطابة، في صناعة الخطابة، كما ورد في كتاب منطق العلامة المظفر طيب الله ثراه. وأخذنا بعض الفقرات في الدروس التي مرت، واليوم نصل بكم إلى أجزاء الخطابة في علم المنطق. فالخطابة تشتمل على رأي الشيخ المظفر في إعدادها على عمود وأعوان. وتنقسم الأعوان إلى قسمين: القسم الأول بصناعة وحيلة، والقسم الثاني بغير صناعة وحيلة. والأول وهو ما كان بصناعة وحيلة ويسمى الاستدراجات. من اللفظة تعرفون معنى كلمة صناعة وحيلة، أستدرج المستمع إلى حيث أريد، يعني أمهد لقبوله بآرائي التي سأطرحها في العمود. إذن الخطبة أساسا من نريد نكتب موضوع نعتمد أن يكون عندنا عمود فقري اللي يسموه وحدة الموضوع، يعني خط مسار هذا الموضوع، الموضوع المستوحى من الآية القرآنية أو من الحديث أو من الرواية أو من الخطبة قلنا أو من الحكمة أو من بيت الشعر. هذا الموضوع يعتبر شنو؟ العمود. الأعوان هو الاستدراجات والشهادات التي سنأتي بها تدعم هذا العمود. فالاستدراجات تكون على ثلاثة أقسام: استدراجات بحسب القائل، واستدراجات بحسب القول، واستدراجات بحسب المستمع. أما الشهادات فهي شهادة القول وشهادة الحال، وهذه بمجموعها ستكون ستة كما وضعت عليها الأرقام على اللوح. استفيدوا من الرسم
البياني المرسوم على اللوح. فهذه الستة هي بالأخير تكون أجزاء الخطابة، فينبغي البحث عنها واحدة واحدة. العمود، ماذا يعني العمود؟ وقد تقدم معناه يتألف من المظنونات، يعني القضايا الظنية أو المقبولات، الآراء التي تقبل عند الناس، أو المشهورات، ورب مشهور لا أصل له، أو المختلفة بينها. وقد سبق شرح هذه المعاني تفصيلا في مقدمة الصناعات الخمس فلا نعيد. إذن العمود يشتمل على عدة فقرات: المظنونات، القضايا الظنية، المقبولات، القضايا المقبول طرحها عند الناس، والمشهورات، أو المختلف بينها. هذا هو العمود. إذن الخط الرئيسي لسير المحاضرة والخطبة يشتمل على هذه الأمور. واستعمال المشهورات في الخطابة باعتبار ما لها من التأثير. ليش نروح على المظنونات والمقبولات والمشهورات؟ لأنها أقرب إلى أذهان المستمعين والسامعين، وتقنع من يستمع إليها، لذا لا يعتبر فيها أن تكون إلا أن تكون مشهورات ظاهرية، يعني على الأعم الأغلب هي من الأمور التي يصدق بها الجمهور. يعني إذا تحدثت عن شجاعة الحسين عليه السلام ومشهور لدى كل الناس أن الحسين عليه السلام هو ابن علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلي عليه السلام مشهور بالشجاعة، فإن حدث الخطيب عن شجاعة الحسين عليه السلام أنه يوم عاشوراء قلب الميمنة على الميسرة وهو يرتجز ويقول: أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. هذا الأمر مشهور وظاهرا مقبول عند كل الناس إلا من كان في نفسه مرض. هذا اللي عم يفاتش إنه معقول ولا مو معقول. أقول لهؤلاء: معقول بالعقل الإيماني، بالعقل الإسلامي، بالعقل القرآني، أما غير مقبول وغير معقول بالعقل الرياضي، بالعقل المنطق الرياضي الذي تلجأ إليه لتشكيك الناس في المشهورات الظاهرية والمقبولات التي يعرفها كل الناس، وهي التي تحمد في بادئ الرأي وإن لم تكن مشهورات حقيقية. أحيانا أكو أمور غير محسومة، مشهور ولكن هذا المشهور غير حقيقي، لكن ينال القبول عند الناس. وبهذا تفترق الخطابة عن الجدل، إذ الجدل لا يستعمل فيه إلا المشهورات الحقيقية. شوف، بالجدل ما في مجال إلا تجيب الأمور التي
يمكن أن تطبق عليها المنطق الرياضي، أما في الإيمان في المنبر الحسيني مثلا عندما تجادل لا يمكنك أن تجادل امرئ بأمر النار التي لا تحرق، بينما في الإيمان في المنبر تتكلم بقول الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. مو بس بردا، لا، وسلاما على إبراهيم. وقد سبق ذلك في الجدل في كتاب المنطق صفحة 142. وقلنا هناك أن الظاهرية تنفع فقط في صناعة الخطابة، يعني كل الأمور اللي من ظاهرها مبين أنها تقبل عند الجماهير نطرحها على المنبر، تنفع في صناعة الخطابة. وإنما قلنا ذلك فلأن الخطابة غايتها الإقناع. الخطيب اللي يطرح آراء ما يقتنع بها أحد، ما حدا يقبل قراءته أبدا، ويكتفى بما هو مشهور أو مقبول لدى المستمعين. وإن كان مشهورا في بادئ الرأي وتذهب شهرته بالتعقيب، إذ ليس فيها رد وبدل ومناقشة وتعقيب، على العكس من الجدل المبني على المحاورة والمناقضة، فلا ينبغي فيه استعمال المشهورات الظاهرية، إذ يعطى بذلك مجال للخصم لنقضها وتعقيبها بالرد. إذن تختلف الخطابة عن الجدل. الجدل تحتاجون إلى الأمور الرياضية العقلية المنطقية، بينما الخطابة تحتاجون فيها على القضايا الظاهرية المقبولة لدى الناس بشرط الإيمان، بشرط العقيدة. أما المظنونات والمقبولات فواضح اعتبارها في عمود الخطابة. قلنا أنه القضايا الظنية والقضايا المقبولة عندما نطرحها ضمن آية قرآنية أو حديث أو خطبة أو رواية، سنعمل على تحقيقها للناس. نطرح الفكرة، ها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذه الآن فكرة ظنية مقبولة، ولكن تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى أعوان، تحتاج إلى شواهد. إذن الخط العام هو هذه الآية القرآنية، وقلنا في بداية كتاباتنا ومحاضراتنا قلنا يجب أن نأخذ معاني اللفظية للآيات ثم المعاني الاصطلاحية للآيات، ثم ندخل في أسباب النزول، وهنا سنجد الأعوان. في أسباب النزول في القصص والروايات والأحاديث التي تبين تأويل هذه الآيات القرآنية، ستجدون الأعوان التي تساعد وتدعم آراءكم الواردة في المظنونات والمقبولات في العمود الذي كتبتموه. نأتي إلى الاستدراجات. الاستدراجات قلنا أولا من أقسام ما يقتضي الاستعداد للإقناع، وتكون بصناعة وحيلة. كيف تستدرج المستمع إليك؟ مرة بصناعة وحيلة، مرة بدون صناعة وحيلة. الاستدراجات بحسب القائل، وتكون بصناعة وحيلة، وذلك بأن يظهر الخطيب قبل الشروع في الخطابة بمظهر مقبول القول عندهم
ويتحقق ذلك على نحوين، يعني لا تفوتوا على المنبر ولا تفوتوا على القاعة ولا تفوتوا على المجلس إلا أن تحققوا هذين الأمرين. أولا، أنا أدخل ضيعة ما حدا بيعرفني فيها ولأول مرة جاي لها، طلعت على المنبر ما ببلش مباشرة، لا، أن أبين للناس مين أنا، يثبت فضيلة نفسه إذا لم يكن معروفا لدى المستمعين، إما بتعريفه هو لنفسه أو بيكتب نبذة بيعطيها العريف الحفل، بيقول إخوتي أخواتي الحضور في هذا اليوم في حسينية كذا، يسعدنا ويشرفنا أن نحتفل بذكرى سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام لعشرة أيام أو لثلاثة عشر يوم مع صاحب السماحة العلامة الخطيب فلان بن فلان بن فلان الحاصل على شهادة مثلا الليسانس في الدراسات التاريخية واللغة العربية والأدب، ولد سنة كذا وكذا في المنطقة الفلانية، أنهى دراسته الحوزوية على يد الأساتذة فلان وفلان وفلان وفلان. هذه المقدمات ستعرفك إلى المستمعين فيأخذون كلامك بنظر الاعتبار، يحترمون الآراء التي ستطرح. أما إذا جئت من الباب إلى المنبر مباشرة دون تعريف فستكون في موضع الشك أمام الناس وأمام المستمعين وأمام الجمهور من قدراتك ومعلوماتك ومن شخصيتك حتى. إذن إما يعرف هو بنفسه أو بتعريف غيره يقدمه لهم بالثناء بأن يعرف نسبه وعلمه ومنزلته الاجتماعية أو وظيفته إذا كان موظفا أو نحو ذلك. إذن الاستدراجات بحسب القائل، أولا أن نعرف بأنفسنا، ولمعرفة شخصية الخطيب الأثر البالغ إذا كانت له شخصية محترمة. ولو اسمحوا لي بأن أمرر هذه العبارة التي تحز في نفسي، ولو أن الكثير من الحسينيات وأصحاب المجالس الحسينية في هذه الأيام يميلون كل الميل إلى الخطباء الذين يملؤون مساحة واسعة في الشاشات الفضائية ويعتبرون أن هؤلاء هم قمة ورواد هذا العلم وهذه الصنعة وهذا الفن، علما أن هنالك الآلاف إن لم أقل الآلاف بل المئات بل العشرات ممن هم أكفأ بكثير من هؤلاء الذين ملأوا الدنيا صخبا وضجيجا وتهريجا بعيد كل البعد عن علم الخطابة وعن فن الخطابة وعن أصول الخطابة. ولكن الدنيا هرج ومرج، والذي يعلو صوته على أصوات الآخرين سيكون في نظر الكثير من الناس هو الأحق، هو الأفضل، هو الأعلى سعرا والأغلى ثمنا والأكثر حضورا. وبالأمس كلمني أخي هاتفيا ولفت نظري إلى شيء جميل جدا في كتاب الله جل وعلا، في قوله تعالى
أما من ثقلت موازينه. إذا قلنا هذه دفتي الميزان، أما من ثقلت موازينه، اللي يثقل ميزان ايش يصير به؟ ينزل، صح؟ فهو في عيشة راضية. فنرضى أن نكون نحن في الأسفل، ولكن يكون ميزاننا مليء بالعلم والفضيلة. وأما من خفت موازينه وارتفعت كفته فأمه هاوية. وفي سورة الواقعة الحق جل وعلا يعدنا بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ماذا تعمل؟ خافضة رافعة، ستخفض الذين ارتفعوا بموازينهم الخفيفة، وترفع الذين ثقلت موازينهم إلى أعلى عليين. فلا تغرنكم الشاشات ولا تغرنكم الفضائيات، فلرب عالم في الزوايا لا يعرف قدره إلا الله والراسخون في العلم. إذن يجب على الناس أن يعرفوا محتوى هذا الفقيه، محتوى هذا الخطيب، محتوى هذا المتكلم، إما أن يعرف هو بنفسه أو أن يعرفوه ليسهل انقياد المستمعين إليه والإصغاء وقبول قوله. فإن الناس تنظر إلى من قال ولا تنظر إلى ما قيل، والكل موصى بأن ينظر إلى ما قيل ولا ينظر إلى من قال. واضح الكلام؟ جيد. وذلك اتباعا لطبيعة المحاكاة التي هي من غريزة الإنسان، لا سيما في محاكاته لمن يستطيع أن يسيطر على مشاعره، أن يسيطر على مشاعره وإعجابه، ولا سيما في المجتمعات العامة، فإن غرائز الإنسان وبالخصوص غريزة المحاكاة تحيا في حال الاجتماع أو تقوى. زين. ثانيا، أن يظهر بما يدعو إلى تقديره واحترامه وتصديقه والوثوق بقوله، وذلك يحصل بأمور، يعني رجاء إخوتي أخواتي لا تطلعوا المنابر بشكل يزري بقدركم العلمي، يزري بمكانتكم عند الله وعند الحسين عليه السلام وعند أهل البيت، منها لباسه وهندامه. الكثير من الإخوة يوجهون النقد للخطيب الذي لا يعتني بمظهره، ولا يليق بكم، خاصة الآن شباب الدورة، وهذا ما يكثر وجوده في المنابر اللبنانية، وأشير بالذات، وبعض المنابر العراقية، أن الخطيب الذي يطلع على المنبر أو القارئ الذي يقرأ اللطميات على المنبر ألا يخرج إلى المنبر وقد لبس ملابس أوروبية، أو شاب في مقتبل العمر وقد استخدم ما يحلو للنساء ولا يليق بالرجال. من ترتيب الحواجب وتنظيف شعر الوجنتين وما إلى ذلك، أو وضع هذه المواد التي تسمى الجل وغيره في الشعر وتصفيف الشعر بشكل لا يليق
بالخطيب الحسيني، لأن الخطيب الذي يرتقي المنبر هو معزى ومعزي، وهذه ليست هيئة المعزى ولا هيئة المعزي. كذلك الأخوات، لا تخرجي إلى المنبر وقد وضعت أكثر من نصف كيلوغرام من مواد التجميل على وجهك، أو إنك تعطرت بالعطور التي تشم على بعد 5 كيلومترات، فإنها تثير الرجال عليك وتدخلين في الحرام وتلعنك الملائكة منذ خرجت من بيتك حتى العودة. أو قسم يتركون أظافرهم طويلة، أو يتخذون المجالس وكأنها حفلات لاستعراض المصوغات الذهبية أو حتى الحلي التقليدية، لأن أيام محرم وأيام صفر وأيام شهر الحق شهر العبادة ليست بأيام زينة وتجمل. أو أن تخرج من المنبر والعلك في فمك، هذه الأمور يجب أن يلتفت لها الخطيب. إذن اللباس والهندام، أن يحترم المجتمع اللباس الموقر والذي يليق بخادم الحسين عليه السلام، وقد يقتضي أن يظهر بمظهر الزاهد الناسك، وهذا يختلف باختلاف الدعوة. أو مثلا على النقيض مما قلت، هنالك بعض الخطباء، بعض الزملاء، بعض الإخوة، بعض الحضور يحضر في مجلس ولادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مثلا وقد قطب وجهه هكذا عبوسا، وأعرف أحد الإخوة من شباب حاروف أخصه بالذكر، زملاؤكم يعرفونه، يرتدي في كل المناسبات اللباس الأسود. أقول له: لماذا تلبس يا فلان اللباس الأسود؟ يقول: نحن أعيادنا مآتمنا، وكأنه حل محل الإمام السجاد عليه السلام. والإمام الصادق عليه السلام يوصي شيعته بأن يفرحوا لفرحهم ويحزنوا لحزنهم، فلا ترتدوا في أيام الحزن ما يظهر الفرح، ولا ترتدوا في أيام الفرح ما يشعر بالحزن. جيد. بعد، هنالك ملاحظة أخرى: ملامح الوجه وتقاطيع الجبين ونظرات العين وحركات اليدين والبدن، هذه أمور معبرة ومؤثرة في السامعين. إذا استطاع الخطيب أن يحسن التصرف بها حسب ما يريده من البيان والإقناع، وبعبارة أصرح، ينبغي أن يكون ممثلا في مظهره. يعني ألاحظ بعض الإخوة الخطباء، بعض الأخوات حتى توزع الابتسامات عندما تدخل المجلس الحسيني، وإذا ارتقى المنبر صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، هذه التعابير لا تعبر عن الحزن. وعلى العكس في المولد، يريد يقرأ المولد ومعبس. إذن ضعوا الأمور في نصابها الصحيح، ضعوا الأمور في نصابها الصحيح. بعد، فيبدو حزينا في موضع الحزن، هذا ما يقوله الشيخ المظفر، وقد يلزم له أن يبكي
أو يتباكى ويبدو مسرورا مبتشا في موضع السرور، ويبدو بمظهر الصالح الواثق من قوله المؤمن بدعوته في الموضع ذلك. وهكذا كثير من الواعظين يتأثر الناس بهم بمجرد النظر إليهم، بمجرد النظر إليهم قبل أن يتفوهوا بكلمة، قبل أن يتفوهوا بكلمة. وكم من خطيب في مجالس ذكرى مصرع سيد الشهداء يدفع الناس إلى البكاء والرقة بمجرد مشاهدة هيبته وهيئته وسمته قبل أن يتكلم، قبل أن يتكلم. وهنا أروي لكم رواية نقلها لي والدي المرحوم، يقول كان في كربلاء المقدسة قارئ منبري اسمه الشيخ عبد الرزاق العطار يقرأ لموكب العطارين. هذا ديدنه يوم عاشوراء يعتلي المنبر ويأتي بكاسة فيها تراب، يعتلي المنبر عند مصرع الحسين عليه السلام، يحث التراب على رأسه ويصرخ ثلاث مرات يا حسين يا حسين يا حسين، فيختنق الجمهور بالعبرة ويشتد الضجيج والعجيج ويغمى على البعض من شدة البكاء، ثم ينزل من المنبر. سنة من السنوات ابتلي بالتهاب الحنجرة فلم يخرج صوته، صوت ما عنده. اجوا يوم العاشر قالوا له شيخ عبد الرزاق لا تطلع المنبر، صوت ما في. قالوا معلش فقط اطلع على المنبر واحث التراب على رأسك والحسين معك. خرج الشيخ عبد الرزاق على المنبر وصوته ليس فيه أي نبرة، لا يمكن أن يتكلم، حث التراب على رأسه وفتح صوته مشيرا هكذا بالحنجرة يا حسين يا حسين. هو أجهش بالبكاء والآلاف من الناس أغمي عليهم من شدة البكاء والنحيب. هكذا يؤثر الإخلاص في عمل الخطيب الحسيني. إذن هذا ما ذكرناه بصدد الاستدراجات بحسب القائل. الفقرة السابعة الاستدراجات بحسب القول، تكون بصناعة وحيلة. كيف؟ بأن تكون لهجة كلامه مؤثرة مناسبة للغرض الذي يقصده، إما برفع صوته أو بخفضه أو ترجيعه أو الاسترسال فيه بسرعة أو التأني أو تقطيعه، كل ذلك حسب ما تقتضيه الحال من التأثير على المستمعين. وحسن الصوت وحسن الإلقاء والتمكن من التصرف بنبرات الصوت وتغييره حسب الحاجة من أهم ما يتميز به الخطيب الناجح. هذه الأمور كيف نحصل عليها؟ بالأصل هي موهبة ربانية، ولكن تتقوى بالتمرين والتعلم. واضح الكلام؟ تتقوى بالتمرين والتعلم لكي يزداد التأثير في المستمعين. ولأجل هذا يظهر لنا كيف يفشل بعض الخطباء يحاول تقليد خطيب ناجح في لهجته وإلقائه فيبدو نابيا
والعبارة هنا شديدة لا أتمكن من تلفظ بها، يظهر بمظهر المتصنع الفاشل، المتصنع الفاشل. إذن الاستدراجات بحسب القول أن عند موهبة ويمرن نفسه على هذه الموهبة لكي يؤدي الكلام بالشكل الصحيح. عبارة مؤثرة محزنة، وحسينة وقفت ونادت وحسينة، تخرج من الفم بشكل التأثر بادي على المتكلم بها، الحزن بادي في قسمات الوجه. هذه الأمور نتعلمها من علم الخطابة، من صناعة الخطابة، لا من فن الخطابة. الفن نأخذه من هذه الأبيات التي سنستعرضها والأوزان الشعرية في محاضرتنا القادمة إن شاء الله. وإلى حيث انتهى وقتنا، أدعو لي ولكم بالتوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على نار ترجع يهرب لبارد ويا ابن سعد وابن سعد في القبس يلتهب نارا يصيح احرقوا بيوت الظالمين. يقول الراوي لما رفع راسه راينا ان وجهه تلطخ بدم عليه. الله يرحمه الشيخ عبد الزهر الكعبي الخطيب زميلنا رضوان الله عليه.